لو سهلة بالجميع، اليوم بقدم لكم وصفتين بفيديو واحد سريعة وبسيطة. أولا خبز البرجر رقم 2 للناس التي طلبت، طريقة عمله من غير الخميرة الطازجة، وأيضا قالب الخبز الخاص بالبرجر الذي عرضته بالفيديو الأول. والوصفة الثانية عبارة عن خبز الثوم. هذه مكونات عمل خبز البرجر، وبتكون كلها مكتوبة بصندوق الوصف. وعاء العجن، أسكب الماء الدافئ مع الحليب والخميرة الطازجة والسكر، وأقلبهم بمضرب الشبكة اليدوي. أحط الطحين على دفعات، ومن ثم الملح والبيضة والزبدة اللينة. قلهم لمدة 7 دقائق، وممكن أيضا استخدام العجان الكهربائية. نربي العجن حتى أحصل على عجينة متماسكة، أضعها لتختمر جانبا. أقوم بدهن وعاء العجن بالزيت، ومن ثم أغطيها وأضعها تختمر جانبا. بعد مرور ساعة على اختمار العجينة، أقوم بتقطيعها إلى 6 أو 8 قطع، وأكورهم وأضعهم لمدة نصف ساعة يرتاحوا. أدهن سطح العجينة بصفار بيضة، مضاف إليها القليل من الخل، ومن ثم أرش عليهم السمسم. غطيهم على بال ما يسخن عندي الفرن، من ثم أدخلهم. بعد إخراجهم من الفرن أضعهم يبردوا تماما. الآن أقوم بعمل الوصفة الثانية، والمكونات كما تشاهدون بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى خبز الباجيت الجاهز. أخلط كل المكونات مع بعض، معنا زيت الزيتون والزبدة اللينة والثوم والبقدونس المفروم، ومن ثم أقوم بدهن كل قطعة كما هو موضح بالفيديو. الآن أرش سطح قطع الخبز بالجبنة الموتزاريلا أو القشقوان، ثم أدخلهم الفرن
هذه هي النتيجة النهائية. قمت بحشو خبز البرجر بقطع اللحم لعمل همبرجر اللحم، وقدمت معه شرائح خبز الثوم والبطاطا المقلية والمشروب. أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكراً.